طيب ده يخلينا نتكلم على اللي حصل النهارده على سبيل ما انا المثال ما يا سياده اللو، اقول لحضرتك. لانه والله كان في وما زال نعم انتقادات كتيره لاداء الرئيس في الملف الاقتصادي، لا والله ده مشغول بالملف الخارجي على حساب الوضع الداخلي، مشاريع على المدى البعيد، طب مردودها ايه؟ بنبص تحت رجلينا او بنبص لقدام؟ وده برضو من نعم صميم الامن القومي، انه والله لما نعم تبقى الدوله واقفه طبعا على رجلها صح في الداخل تقدر تواجه تحديات ده في انا الخارج. عايز اقول بالعكس، ده احنا جزء من مهارة الرئيس وجزء من نقاط القوة اللي هي الناس كلها بتتعجب ليها، انه كيف تواجه مصر هذه التحديات الارهابية اللي هي ارهاب مصنوع في مصر، ثم تحديات في الداخل، وأزمة اقتصادية ثم وعجز الكلام ده موازنة. كله، وهي تنجز الانجازات المبهرة اللي حصلت. فهناك قفزات، افكر المشاهدين، انجازات خاصه بقناه السويس الجديده، انجاز خاصه بتنميه سيناء، انجازات خاصه بالمدن الجديده اللي بتنشا، اللي هي سواء الاسماعيليه الجديده او السويس الجديده او مدينه العاصمه الاداريه الجديده او مدينه الضبعه، انجازات خاصه ب كانت قديمه بقالها سنين طويله في امال مصر ولم تتحقق الا على يد هذا الرئيس هذه الحكومه، هي الضبعه، مشروع النووي في الضبعة، إنجازات متميزة على مستوى تسليح وتطوير قواتنا المسلحة. وبالصدفة حضرتك بتتكلم، احنا عارضينها على الشاشة، احنا كنا عاملينها نعم النهاردة كده في نعم تقرير إنجازات سريع إنجازات نذكر ونجمل برضو أهمية نعم الشغل الحصري. إنجازات متطورة على مستوى 3036 ألف كيلو طرق، يعني عايز أقول إن هو النهاردة اتكلموا على افتتاح 32 مشروع، منهم مشروعات طرق وآمنة، منهم مشروعات إسكان، وخاصة علاج المشكلات الاجتماعية. ما هو ده الأمن الاجتماعي، المشكلات الاجتماعية اللي فيه إيه؟ اللي فيه البطالة وفيه العشوائيات وفيها نسبة الفقر، مش كده ولا إيه؟ دي التحديات الاجتماعية أيضا تتصل بالأمن القومي. كل ما يتم من مشروعات هذه هي تواجه التحديات الاجتماعية، أو تقلل أو تحل المشكلة الاجتماعية اللي فيها إتاحة فرص عمالة، مئات وآلاف وملايين فرص العمالة، ثم توفير مئات وآلاف شقق. ويمكن الرئيس اليوم وهو وزير الإسكان بيعرض، قال له لا أنا عايز كل من يرغب في مسكن يلبى طلبه. صحيح. ثم طيب إنجازات كبيرة جدا كتير في كافة. صحيح، وانا هنتكلم عنها برضو، لكن ده ليه يساوي في الإحساس، قفزات بقى. ليه الإحساس؟ أيوه، يمكن الرئيس عبر عن الكلام ده في مناسبة من المناسبات، قال وحسينا إنه زهقان أو تعبان أو حاسس بعدم تقدير، أو إن الناس يمكن عاتب إنه الشغل ده ما بيتمش تسليط الضوء عليه، أو الناس ما تعرفهوش كويس، وإن اللي اتعمل ده ما اتعملش في 30 سنة وكلام من هذا القبيل. حضرتك يمكن بالصدفة برضو كتبت النهاردة عن الرئيس السيسي كما عرفته، صحيح، وحضرتك كان في اتصال مباشر وإنساني مع الرئيس صحيح، واشتغل مع حضرتك. يعني طبيعة الشخصية وإن أنا أشتغل، طب والله الشغل ده واصل ولا لأ؟ الشغل ده بيحقق يعني ما يتمناه المواطن العادي؟ نعم. وانا عايز اقول لسيادتك ايه شخصيه سياده الرئيس، وانا مش عايز ازود قوي في الحته دي لان انا عشان يعني ايه يعني، بس انا عايز اديله حقه ببساطه جدا. هو انسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يتقي، يتربى كويس، نشأ في القوات المسلحه ان كرامته جزء من كرامه بلده، نشأ في القوات المسلحه انه مستعد ان يضحي بحياته كلها في سبيل بلده. هو أنا بتصور، ودي حقيقة أنا بقولها، وأعتقد أن السواد الأعظم من شعب مصر يدركها، أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بهذا الرجل الإنسان الوطني المخلص ليتولي مسؤوليتها في مرحلة حالكة السواد، تواجه مصر فيها تحديات مختلفة في جميع الاتجاهات، عشان يساهم مع كل قوى مصر الشاملة، الشعب المصري الأبي، ودايما يقول هو أحسن حاجة في مصر وشعبها. حقيقة هي شعبها فيه طبعا سلبيات في هذا الشعب، إنما حقيقة الشعب المصري هو أقوى شيء في مصر، عندما تتفجر طاقاته يصبح المستحيل ممكنا. نصرف النظر عن بعض السلبيات أحيانا، إنما الشعب المصري في الأزمات زي ما بنقول ليس كل ما يلمع ذهبا، لا هو زي الذهب، في الازمات بتظهر معدنه الحقيقي، في احيانا تظهر فيه حاجات سيئه، انما هو دايما الشعب المصري هو اقوى شيء في مصر. اتنين، هو دائما مقتنع بان اهم شيء
ممكن استغلاله نظم الإدارة والإرادة والعزيمة القوية التي يمكن أن تفعل جميع قوى الدولة الشام، وعنده عقلية اقتصادية متميزة يستطيع بها ورؤية استراتيجية متميزة، ومن أول لحظات خدمته أو من أول لحظات قيادته حاول أن يستعيد دور مصر الإقليمي والدولي بما ينعكس على قواه الداخلية. هو بيحاول يعمل يمشي في ثلاث مسارات: بناء القوة الداخلية، لأن بناء القوة الداخلية ده مهم جدا، لأن من أهم دوائر الأمن القومي الدائرة الداخلية. يعني دوائر الأمن القومي لها دوائر، الدائرة الداخلية هي الدائرة اللي بينمو فيها المجتمع، وهي أهم دوائر الأمن القومي، وهو ده الرئيس اللي مركز فيها. ثم الدائرة المباشرة أو الدائرة العربية، وهي الدائرة اللي بتتفاعل فيها مصر مع أشقائها العرب. ثم الدائرة الأفريقية اللي فيها أمنها المائي مع أصدقائنا الأفارقة. ثم الدائرة الرابعة العالمية أو شرق أوسطية قبلها معاه. إنما هذه الدوائر كلها ما ينفعش نمسك دايرة، لأن أصبح الدوائر كلها متصلة ببعضها. في كل